شركة سولاريو مختصة بمجال المشاريع في الطاقة الشمسية في مجال الفلاحة الصناعة والسياحة. وحاليا احنا في معرض الصيام نقدم حلول بالنسبة للفلاحة بالخصوص، حلول يعني تمكن الفلاح بأنه يسقي بالطاقة الشمسية وبدون طاقات ملوثة، يعني طاقة متجددة ونظيفة، ويمكنه بأنه يكون عنده منتوجات نظيفة بالنسبة للإنتاج والمردودية. دونك احنا عرضنا هنا في هذا المعرض نموذج تطبيقي، نقدر تشاهدوا معايا هذا النموذج. هنا عندنا في قرية المقاولات الناشئة ضيعة نموذجية رقمية يعني عصرية في جميع المجالات، وبالخصوص في مجال الطاقة الشمسية. كما تلاحظوا في هذه الضيعة عندنا النباتات تحت الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية تمكن هذه النباتات بأن نسقيهم بدون كهرباء أو بنزين أو غاز، بالطاقة الشمسية يعني بصفة طبيعية. وكذلك تمكن النباتات من الحماية من الشمس الحارة في أوقات وسط النهار. يعني هذا نموذج صغير، ولكن ممكن أن نعمه ضيعات كبيرة والفلاحة على حسب الاحتياجات المائية واحتياجات الوقاية من ناحية الظل أو الشمس على حسب الزراعة التي يختص فيها.